هذا ثمن معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى توجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله بأن تكون ضوابط وإجراءات تشييد انفاق المال العام مبنية على التوافق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية مشيرا إلى أن هذا التوجه يعكس حرص القيادة الحكيمة على أن تسير كافة التدابير التي من شأنها النهوض بالاقتصاد الوطني وتحصينه في وجه التحديات بشكل متوافق مع مصالح المواطنين وتطلعاتهم وتوجه معالي رئيس مجلس الشورى بعظيم الشكر والامتنان إلى جلالة الملك المفدى على الدعم اللامحدود الذي تحظى به السلطة التشريعية من لدن جلالته مؤكدا أن التعاون القائمة مع الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر وبدعم ومساندة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الاعلى نائب الاول لرئيس مجلس الوزراء يشهد تطورا مستمرا ونوعيا بما يصب في تحقيق التنميه المستدامه والشامله والتي محورها المواطن البحريني لافتا معالي الى سعي المجلس لتكثيف الجهود في اطار من التعاون والتنسيق مع مجلس النواب لانجاز مشروع الميزانيه العامه في اسرع وقت ممكن لما تمثله الميزانيه من اهميه بالغه لتسيير امور المملكه والارتقاء بالخدمات العامه المقدمه للمواطنين منوها بما يتمتع به الاقتصاد البحريني من قوه وتماسك وقدره عاليه على تجاوز ايه ازمات